وبنهاية صباحنا لليوم حنروح هيك للإضاءة على ضيوف كتير مميزين. خلينا نقول بداية وقت بنقول الأمومة، نحن اليوم عم نحكي عن التضحية والعطاء اللامحدود، ودائما الأم السورية أثبتت بكتير من المواقف أنها كانت قد هيئة الحياة وأنها كانت مقاتلة. يمكن أنا خلينا نقول برأيي الشخصي دائما بشعر المرأة هي مقاتلة، مقاتلة إن كان بعملها، مقاتلة إن كان بتربية أطفالها، بالدفاع عن أحلامها، باللي خلينا نقول بتوصل مع اولادها لشط الامان. دائما الام بتحلم باولاد متعلمين مثقفين لهم وجودهم بالمجتمع ولو كان على حسابها الشخصي. صحيح رشان، رح انطلق من كلمه الدفاع عن احلامها. كثير بنشوف امهاتنا والسيدات سوريات بيقولوا لك انه انا تزوجت بكير، تركت الدراسه، وبضل عندهم هذا الحلم. في منهم بتلاقيهم يعني بحلمهم بيطلعوا باولادهم انه كلهم جامعيين، كلهم مثقفين، وفي منهم لا بيختاروا طريق ثاني مثل ضيفتنا ليكونوا مع اولادهم عم قاعده دراسه. قد ايه حلو اليوم الام والابن هنن زملاء جامعه واحده، قد ايش هي خلينا نقول المنافسه الايجابيه بالبيت بتكون كثير حلوه، قد ايه الدعم حيكون مقدم من الابناء والمحيط لهي الام. واليوم هيك بصباحنا وبمناسبه بكره عيد الام اكيد بنقول كل عام وكل الامهات بالف الف خير. حبينا اليوم تكون ضيفتنا إحدى المقاتلات اللواتي وقدروا أنهم يحافظوا على هذا الحلم وقدروا أنهم يخلوه حلم مؤجل وليس ملغى. خلونا هيك نرحب بضيفتنا لليوم السيدة نوال أبو خير اللي قدرت أنه تتخرج من فترة كتير قريبة من كلية التربية. بدي أقول لك سعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. هلا يسعد صباحك. أيضا بدي رحب بماهر أبو خير وحضرتك خريج هندسة عمارة وابن السيدة نوال وكنتوا زملاء دراسة، يعني كان في هيك تحدي قصص. أهلا وسهلا فيكم. هلا نايم. هلا حبيب قلبي، يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيك. رح نبدا معك مدام نوال ونحكي هيك، خلينا نتعرف اكثر عن حضرتك. يعني حلم الدراسه، نحن تزوجنا بكير وقفنا وحبينا بعدين نكفي. خلينا نحكي هيك، نعرف المشاهدين عن تجربتك اكثر. تفضلي. انا حصلت على شهاده البكالوريا ب 1990 تزوجت، انجبت، صار اهتمامي باطفالي، كل وقتي مكرسته للأطفال. طبعاً علمتهم ومن خلال تدريسي لهم أتابع معهم ما حسيت في إنه. طبعاً الحلم موجود، أنا من خلال متابعة التدريس لهم ما حسيت بانقطاع، بالعكس زدت معرفي. يمكن كنت عم تزيدي ثقافتك وتزيدي تثبتي المعلومات عندك أكثر. صح أكيد. بس ضلت يعني خليني استخدم هذا اللفظ انه بقت حسره بالقلب انه انا كان عندي حلم لازم كفي فيه، يعني صحيح؟ هو حلم بس ما انا حسره، بس تشوف اولادك كبروا قدامك ونجحوا. في امهات كثير بتحسي انه خلص حققتي يعني حلمك فيهم، وبس بعد انه بس انت تاخرت بس حابه احقق هدفي واصل لحلمي. انت نجحتي اليوم، ولكن في امهات كثير ما قدروا، يعني كانت توقعاتهم غير الواقع، فبقت هي القصه يعني بتحس بانفسهم. ماهر هيك خلينا ننتقل لعندك شوي. اليوم الوالده هي الزميله لإلك، يعني خلينا نحكي عن هي الفتره. يعني تخرجت من اسبوع حضرتك، بنقول لك الف مبروك. الله يبارك. ما انك جايب حلوان معك اليوم، يعني مفروض الله يبارك فيك قبل رمضان يعني نتحلى منك. يعني خلينا نحكي عن الفكره. وقت اليوم اجت الماما انا اليوم بدي سجل جامعه، يعني في بعض الابناء بيستهجنوا الفكره، بدي اقول لك ماما انت بعد هالعمر. اليوم حضرتك قد ايه عمرك خالي قلنا؟ بال50 تقريبا، مواليد 72. العمر كله عمر الشباب وعمر الاحلام هذا العمر. فبعض الابناء بيستهجنوا هاي الفكره انه ماما انت اليوم بعمر انه ما في داعي. يعني خلينا هيك نحكي عن هي الفتره، يعني كيف كان التقبل وشو قدمتوا لها؟ صراحة بالبداية تفاجأت بالقرار اللي خانته، بس ضمنيا كنت كتير مبسوط، كنت مبسوط وفخور كتير يعني انه تحقق هي خطوة مهمة بحياتها. يعني هي كانت راسمة هدف امامها وقدرت تحققه. رفقاتك يسألوك اليوم الماما سجلت بالجامعة؟ لا طبعا. كيف كانت هيك ردة الفعل؟ يعني بتحسها هيك شيء كثير حلو ايجابي بالحياة؟ طبعا شيء كثير حلو، يعني كنت فخور كثير بالانجاز اللي حققته الوالده. اكيد، ويعني نحن كمان فخورين مثل اي سيده سوريه. يلي بيميز اليوم الست نوال عن غيرها هي الاراده. يعني بنشوف مثل ما ذكرت بالمقدمه امهات كثير يعني بحققوا احلامهم باولادهم، ولكن انت حققتي احلامك باولادك ويعني على الصعيد الشخصي. تخرجتي بال 2021 من كليه التربيه. احكي لنا عن
الأربع سنين الدراسة يلي مرقوا، كيف كانوا؟ لقيتي صعوبة؟ كنتي تداومي ولا لا؟ يعني في مثلا نلاقي طلاب انه بيجيبوا محاضرات وبيروحوا على الامتحان، كيف عشتي هالأربع سنين؟ أربع سنين يعني أنا طبعا محاضرات، جيب محاضرات أدرس أنا أولادي، عندي التزامات ببيتي، التزامات لجوزي، لأولادي كمان بدهم وقت يصحيهم، صحيح بدهم مناقشة ناقش أنا وياهم بالتدريس وهيك، يعني وقتي كان ضئيل بسيط بس انه قادر وفق بين الجهتين. والدراسه كثير حلوه، اللي محب للعلم ممتعه حلوه، ما بحس بالملل. حضرتي جامعه؟ نزلتي حضرتي يمكن جامعه تقريبا؟ مو كثير، مو كل الاوقات. لا كان عندك ما عندي بالوقت يعني، لا وقت او حاجز انه اليوم انه انا بدي ادخل الجامعه مثلا؟ اليوم في يعني شباب وصبايا يعني ممكن هي ما انا مستغرب، يعني انا كثير بعرف حالات ام وابناء او اب وابناء يعني موجودين بقلب الجامعه. خلينا نتعرف عليكم اكثر. اليوم معك ماهر وهو هندسه عماره. شو عندك اولاد كمان وشو اختصاصاتهم بالحياه؟ الله يسلمك، الابناء هن نعمه من الله، الحمد لله. الحمد لله عندي اربع اولاد الحمد لله. ابني الكبير معه اجازه بكليه الحقوق في جامعه دمشق، وحاليا بمتطوع بكلية الشرطة. كمان بنتي كمان خريجت كلية حقوق مثل أخوها، إجازة بجامعية ومع شهادة ماجستير بالقانون الدولي، ماجستير أكاديمي بالقانون الدولي. نعم. وعم بتحضر لأطروحة الدكتوراه. وحاليا محامية في إدارة قضايا الدولة. حلو، قديه بتفتخري فيهم وقت اللي بتشوفيهم هيك قدامك؟ يعني تدرس في المجتمع وبتعمل، أكيد فخورة، أكيد شيء في نجاح حلو أكيد. وابني ماهر كمان هندسة هو الثالث عمارة، الثالث إيه هندسة عمارة، تخرج من فترة قصيرة من يومين ثلاثة فقط. في أصغر من ماهر؟ في البنت الصغيرة آخر العنقود المدللة، هي بتكون مدللة لحالها سنة أولى كلية علوم صحية. إن شاء الله بتفرحي. الله يسلمك دائما وبأعلى العلامات. ماهر احكي لنا اليوم أنتم هيك بجو البيت دائما الأم بالامتحانات هي اللي بتوفر أولادها جو الامتحان، يمكن أنتوا عندكم حالة كانت معاكسة أنه لا اللي هي بدها تدير بالكم عليها تدير بال عليكم، أنتوا لازم تديروا بالكم عليها بوقت الامتحانات. خلينا نحكي عن الأجواء وحالات الدعم يلي اليوم سواء من والدك منك من أخواتك كنتوا تقدموها للوالدة أيضا. هلق في أوقات نكون عندي أنا فرضا تسليم مشروع فكون قاعد عم بشتغل على اللابتوب والوالدة عم تدرس، فاوقات نتطلب انه فرضا اشرب كاسه شاي او كذا، فاطلع هيك لاخ الوالده عم تدرس، فلحالي قوم جهز الشاي لإلها ولإلي. تراجعات سمعنا طبعا طلبات شوي بهي الفتره. هلا الولد ما في الا ما بس حلو هذا الجو وقت طبعا كان جو حلو يعني. حاولت تساعدها ببرنامج بساعات دراسه بساعات راحه ساعات انتم اليوم تكونوا موجودين فيها على الارض يعني تساعدوا ضمن الفحص او كنا نتناقش سوا يعني وكنا استفاد منه وهي يعني نحاول قدر الامكان نفيدها يعني اي شيء كان تطلبه منا هو يعني اقل شيء نحن كنا فينا نقدم له اياه. هلا دائما بيكون في حدا هو داعم ومشجع وفي حدا محبط وطاقه سلبيه بيكون حوالينا الاشخاص، اليوم مين دعمك وكيف كانت رده فعل زوجك وقت اللي انت قررتي انك تدخلي الجامعه؟ طبعا اولادي كان هم الدعم لي. وقت سجلت في الجامعه كانت بنتي معي بكل خطوه بتسجيلي للجامعه. زوجي كان دعم ايجابي، ما كان حتى حب الفكرة ما كان عنده أي اعتراض، لا بالعكس كان مؤمن فيكي أنه أنت رح تصلي لهدفك يعني. قلي لنا الصراحة، خلينا نحكي هيك بدردشة، خلينا نحكي بدردشة يعني. كان بلا حاسس أنه بقدر أصل لأنه المثابر والبيصل بحاطة هدف، بس هذا تونون بالجواب بتحسسك أنه أنت كان في شوية تردد من ناحيته غير الأولاد. لا 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 بالعكس كان داعم إيجابي إلي، بالعكس شفنا عم بدرس يشهل لي كاسة متة، رح نشرب متة. يا سلام يا سلام، شو هالرجل هذا؟ بس جهز لي كاسة المتة ونشرب سوا، من حتى بناقش معه يعني هيك بإنه خلينا نحكي هي الأجواء الحلوة قديش انعكست اليوم على نفسيتك. الأشخاص اللي بيكون عندهم إرادة بالحياة بشكل عام هنن بتكون شخصيتهم قوية، ولكن بينهم وبين حالهم حتى لو ما أظهروا للمحيط بيكون في حالة من الخوف من التردد أنه أنا صعب شو كان بدي بهي الفوتة يعني، أو ممكن حسيتي بلحظة معينة أنه هذا الطريق كان شوي صعب عليكي، شو غير بنفسيتك يعني كيف انعكس هذا الشيء إيجابا على نفسيتك؟
بعد التخرج وبعد ما طبعًا. فتي على الجامعة طبعا، بس تشوف أولادك عم بيكبروا بينجحوا بيعطوكي دافع صحيح انه تدرسي انت كمان. تفاجأ الأغلب بتسجيلي أنا بالجامعة الصراحة، بس عرفوا أهلي تفاجأوا يعني شو بدك هلق يعني خلص كبروا أولادك وبعده عقب هالعمر ومن هالحكي يعني. بس حسيت أنه أبي الله يرحمه كما كمان كان ألي دافع إيجابي، ضحك هيك وحسيته فخور فيه أنه برغم أنه عم يقول لي أنه شو بدك اتركي أو مثلا، بس حسيت أنه فخور فيه أنه كفي مو غلط. أنا قلت له عندي هدف أنه بدي أسس روضة أطفال، رياض أطفال، ويعني وسجلها حتى باسمك روضة الكمال. ضحك كثير الله يرحمه وقال لي انا داعم لك بكل يعني ما حسيت انه في شيء سلبي او يعني هيك بي يعني بالعكس كان كليتهم اراء ايجابيه معي. رح نكفي معك مدام ونحكي بتفاصيل حلمك اكثر كيف اليوم عم تحققي على ارض الواقع، ولكن خليني ارجع لعندك ماهر، خليني احكي عن يوم تخرج الوالده. يعني اليوم انت تخرجت، اختك تخرجت، دائما في فرحه بالبيت كثير حلوه، ولكن هي خلينا نقول فرحه طبيعيه انه شب بهذا العمر كلية عماره بده يتخرج بهذا اليوم اوكي، ولكن اليوم نحن عندنا النموذج بجنن يعني كثير مفروض نحتفل فيه. كيف كان يوم التخرج للوالده؟ صراحة كان يوم كثير حلو، كنت كثير يعني مبسوط بتخرج الوالدة، يعني الشعور كان صدقا لا يوصف. شو عملتوا لها؟ كيف احتفلتوا؟ شفت أنا هيك صور يمكن لإلك على السوشيال ميديا لابسة التخرج الطاقية والكذا وهيك، نزل جوزي معي، نزلت أولادي معي. حلو، احتفلوا إيه؟ احتفلتوا بالبيت وهيك؟ أكيد طبعا. طيب خلينا فاجئوني بالسفره حاطين لي اياها ما عزمتونا يا ماهر. خلينا نحكي بعد التخرج يعني من وقت قصير متخرجه، ولكن كمان يعني فتي فورا على سوق العمل وكان لك تجربه بالتدريس، خلينا نحكي اكثر عنها، عن هي الفتره اللي درستي فيها وقديش اليوم انت درستي برياض الاطفال كمان، قديش هذا الشيء اليوم انه حضرتك ام ومربيه ومعلمه بنفس الوقت، قديش كان عندك هي الخبره اليوم اكاديميا ومن الحياه انك انت تقدري تتعاملي مع هدول الاطفال وتعطيهم من خبرتك؟ طبعا شيء حلو الانسان انه عقب العمر هيك يرجع يضلوا يضحي ويعطي، بس الاولاد يكبروا وينجحوا هيك بصير عندك وقت انت لنفسك تعطي اولادك او تدرسي او تحطي هدف انت كمان تكوني تتابعي فيه من شان تطوري من ذاتك، تحققي هدفك، تصلي الى امنيتك يعني اللي طالما ذكرتي تحققي ذاتك، دائما نحن بنعرف انه المراه يعني يقال او هو معروفه انه سلاحها علمها وشهادتها، اليوم وقت السيده نوال اخذت هي الخطوه وحققت الحلم المؤجل، انا دائما بقول احلامي مؤجله وليس ملغاه، يعني شو اللي تغير بنفسيتك اليوم؟ يعني كمجتمع كبين بين اولادك بين مع زوجك كمجتمع المحيط حواليك شو اللي تغير فيكي؟ اكيد في شيء ايجابي صار بحياتك. صح اكيد صار عندنا ثقه اكثر، ثقه اكثر، تكتب معنويتها اكثر، تحس مستقليه ذاتيا اكثر. مستقليه ذاتيا اكثر. تمام، قبل ما نختم معكم هيك خلينا مع ماهر اليوم رساله ممكن توجهها لكل ابن عنده مثلا سيدة أو أمت الأمات عندها طموح عندها إرادة ولكن بتكون مترددة اليوم، شو ممكن هيك من تجربتكم توجهوا رسالة لكل العالم؟ طبعا الوالدة يعني لا تعوض. الله يخليها. الله يسلمك. دائما احنا مفروض نشجع يعني على الشيء طبعا نشجع على الشيء الايجابي. احيانا ماهر بيكون عفوا الكلمه بيكون الولد يعني عنده خلينا نكون انانيه يعني وبنشوفها نحن بالواقع بشكل كثير كبير، يعني احنا اليوم ما بنقعد نجمل يعني بنشوف الولد عنده انانيه بناحيه ما بشكل عام عم نحكي، فممكن يزعجه هذا الموضوع انه امي اليوم رح تاخذ من وقتي رح تاخذ من راحتي كرمال هي تحقق شيء هي بنظره ما في داعي له يعني، فقد ايه مهم اليوم الابناء يكونوا متعاونين. طبعا كثير مهم هذا الشيء، يعني المفروض يكون في تعاون بين الابن والام. التشجيع الدائم طبعا، التشجيع الدائم يعني الام عم تعطي كثير للابن، فهذا الشيء اقل ما يمكن انه يعطيه الولد لامه. مفروض اليوم الرد الوفاء. طبعا الوفاء اكيد. ست نوال اكيد يعني كمان عندك يعني
رسالة ممكن توجهيها لكل سيدة وامرأة سورية، شو بتحب تقولي؟ متابعة تدريسية مع الأولاد، اللي بتتابع مع أولادها، إن الأولاد هم نعمة من الله، هن أمانة. صحيح. متابعة دراسية أمامهم، تعطي وقت لنفسها كمان لقيت تنجح وتحقق هدفها. وبمناسبة عيد الأم كمان بحب عيد الأمهات، أقول لهم كل عام وهن بخير، ووجه تحية معايدة للوالد الغالي وأطال الله بعمرها وأعطاها الصحة والعافية. ونحن بدنا نعايد عليكي، بنقول لك يعطيكي الصحة والعافية، ودائما حلمك يكون عايش، وهيك نرجع نشوف حلمك خلينا نقول روضة بالاسم اللي أنت تختاريه كرمال تكفي هذا الحلم، إن كان بأولادك وإن كان على المستوى الشخصي. بدنا نشكر حضوركم لليوم. بدي أرجع أذكر بحضرتك سيدي نوال أبو خير، حضرتك من فترة قريبة تخرجت كلية التربية، وأيضا ماهر أبو خير، وحضرتك خريج هندسة عمارة، وابن السيدة نوال. شكرا لحضوركم، وشكرا لهذا الأمل والطاقة الإيجابية اللي عطيتينا إياها اليوم سيدي نوال بحضورك. ودائما نحن لازم نصر إنه نحن دائما للحلم في بقية بحياتنا. أكيد بالتصميم والإرادة كل شيء إن شاء الله. شكرا لكم. شكرا ماهر. شكرا لوجودكم معنا لليوم وكل التوفيق. الله يسلمك. وصلنا لنهايه صباحنا غير، بتمنى لك باقي نهار ظريف، ولكل مشاهدي الاخباريه السوريه.